مخاوف وأسئلة مختلفة حول نهاية العالم واختفاء الجاذبية وسرعة دوران الأرض وتوقف الكوكب، والتي يمكن لأي ظاهرة منها أن تخلف نتائج كارثية. ماذا لو اختفت الجاذبية الأرضية لثواني؟ تعد الجاذبية إحدى القوى الأربعة الأساسية في الكون، والتي تحافظ على ثبات الأرض وتحافظ على استقرار الكواكب والنجوم في السماء. هي القوة اللي بتبذلها كتلة الأرض على كل شيء من حولها، من أكبر كتلة لأصغرها. مع انعدام الجاذبية الأرضية رح يختفي الغلاف الجوي للأرض، وهذا يعني أنه سيكون هناك تغيير مفاجئ وجذري في ضغط الهواء، مما يعني حدوث تمزق فوري ومتزامن في الأذن الداخلية لكل إنسان على هذا الكوكب، بالإضافة إلى تطاير كل ما هو غير ثابت كالسيارات والقوارب مثلاً بشكل عمودي مع الأرض. ليس هذا كل شيء، إن الماء مكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. مما سيحدث عند انعدام الجاذبية هو تفكك الهيدروجين والأكسجين ليصبح غاز الهيدروجين منفرداً، محدثاً انفجارات فورية بين كل خلية على حدة. النظام الكوني يقوم على عمليات فيزيائية مترابطة ومعقدة ذات الشيء، وحصول خطأ بسيط ولو لثواني معدودة يمكن أن يفجر نتائج كارثية سيتذكرها كل من سيبقى على قيد الحياة.